برنامج ضيف الأسبوع يستضيف وزير العدل الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة عبد اللطيف وهبي، رجل السياسة والمحاماة في قلب جدل يهم قراراته ومواقفه بشأن تدبير قطاع العدل، جدل مباراة الولوج لمهنة المحاماة وورش إصلاح القانون الجنائي وملف الحريات الفردية والجماعية تحت مجهر برنامج ضيف الأسبوع. زعيم حزب الجرار يقدم روايته بخصوص التدبير الداخلي للحزب وقراراته بخصوص بعض منتسبيه. عبد اللطيف وهبي، بين الحزب والحكومة، الرؤية والحصيلة والمستقبل، في برنامج ضيف الأسبوع يأتيكم في الأوقات التالية على ميدي أن تي في. تابعونا أيضا على المنصات الرقمية عبر تقنية البث المباشر على فيسبوك.